بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. اهلا وسهلا بكم زملائنا الاعزاء في هذه الجلسه الثانيه للاستماع لضحايا التعذيب في سجون الحوثي وصالح، والتي تقيمها رابطه امهات المختطفين كالعاده. وفي الحقيقه قضيه المختطفين كما يعلم الجميع انها هي القضيه الان التي يجب ان تكون القضيه رقم واحد في اهتمام الحكومه، ويجب ان تكون القضيه رقم واحد في اهتمام المجتمع المحلي والمجتمع الدولي ايضا. لا يجوز أن تبدأ أي مفاوضات ولا أي مشاورات سياسية قبل الجانب الإنساني والأهم. وكما سمعنا في الجلسة الماضية عن يعني شهادة مروعة لما يتعرض له المختطفين، يجب الإشارة إلى أنه كما أصدرت الرابطة التقرير السنوي أن هناك 107 ضحية قتلوا تحت التعذيب، وهناك نماذج منهم أنس الصراري كما رأينا بأم أعيننا خرج من السجن مشلول. فيه كثير من المعاناة لدى السجون. سنبدأ هذه الجلسة إن شاء الله تعالى ونستمع للأبطال الذين خرجوا في هذه الدفعة. قبل أن نسمع لشهادة الشباب سنبقى مع كلمة للرابطة مع الأستاذة سماح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، من بيده مقاليد الأمور، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخواني وأبنائي المحررين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله عز وجل أن من عليكم بالإفراج من غياهب السجون التي تديرها جماعة الحوثي وصالح، بعدما قد عانيتم وتجرعتم وإلاة التعذيب وقساوته، سائلين المولى عز وجل أن يؤجركم على صبركم وتحملكم تلك المعاناة المريرة في سبيله عز وجل. ولا نجد بين أيدينا من مواساة لكم إلا قولي تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا نجد لكم بشرى نبعثها لكم سوى قولي تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. إننا إذ نعبر لكم عن سعادتنا الغامرة بخروجكم سالمين، فإننا ندعو الله الخلاص لزملائكم عاجلا غير آجل. أبناء المختطفين في ظل هذه الأوضاع التي نعيشها، وفي ظل الآلام التي لا زال يعانيها إخوانا لنا، ما زالوا يقبعون في غياهب السجون، ولا زالوا يتجرعون المعاناة والألم، ويحلمون بلحظة الحرية التي تعيشونها، الحرية التي تعيشونها الآن. لنؤكد لكم إننا لن ننساهم، وسنظل نتابع قضيتهم العادلة حتى تتحقق روح العدالة ويفرج عنهم ليتمتعوا بالحرية التي هي حق من حقوقهم. سنظل نتابع قضاياهم وشؤونهم أولا بأول، ودون ملل أو كلل. لن نتوقف عن الفعاليات والأنشطة والمطالبات بحقوقهم واحتياجاتهم، وسيظلون قضيتنا الأولى وهدفنا الأول. أبنائي وأخواني، إن ما مررتم به من مواقف وتعرضتم له من أذى لابد أن يشكل دافع لكم لتقفوا إلى جانب إخوانا لكم لا زالوا حتى هذه اللحظة يعيشون ما كنتم تعيشونه، ويكابدون نفس الألم وربما أكثر، وينتظرون الخلاص ويحلمون بالفرج. وأخيرا، هذه دعوة منا لكم ولكل الشرفاء والمنظمات الحقوقية للوقوف مع قضية المختطفين العادلة، سائلين الله عز وجل لهم خروجا عاجلا، ولكم دوام الحرية والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رابطة أمهات المختطفين. شكرا يا أستاذة، إن شاء الله نختصر الوقت ونبدأ بشهادة الشباب. كل واحد يبدأ يعرف بنفسه والمكان الذي كان فيه، ثم نحاول نوزع الوقت إن شاء الله بينهم. تمام.
بسم الله الرحمن الرحيم. نبيل راشد غالب الحوري، ماجستير إدارة أعمال جامعة العلوم التكنولوجية. تم اعتقالي بتاريخ 16/11/2015 في الساعة 11:15 صباحا من داخل مكتبي بمقر جامعة العلوم التكنولوجية. ثم تم نقلي مباشرة إلى قسم الجديري بجوار الدائري. مكثت في القسم ليلة كاملة في زنزانة انفرادية. تم إجراء تحقيق أولي معي هناك، ثم في المساء تم نقلي وأنا مغمض العينين فوق إحدى الباصات التابعة للميليشيات الحوثية، أنا واثنين من المختطفين، وانتقلنا مباشرة إلى احتياطي هبرة، واستمريت في الاحتياطي مدة 1 سنة و7 أشهر. كان أصعب ما لاقيته في تلك الفترة هي الشهرين الأولين اللتان لم أجد فيهما أي زيارة، بل ومنعت حتى من لقية زوجتي وأسرتي وأولادي. وعندما استطعنا بفضل الله أن نخرج أرقامنا عن طريق بعض الزوار ليخبرهم أننا موجودين في هبرة، كانوا يأتون باستمرار إلى باب الاحتياطي ويقول لهم العسكر لا يوجد هناك أحد بهذا الاسم. ظللت شهرين كاملين وأنا لا أجد إلا ما ألبسه ليوم واحد، ولا نجد أيضا ما نأكله، لأننا تقريبا كنا أكثر من 90% من المعتقلين والمسجونين بدون زيارات. للأسف كان في العنبر الواحد أكثر من وصلنا إلى 47 شخص، وهذا العنبر في الحد الأعلى لا يتسع إلا ل16 إلى 18 شخص، حتى أننا للأسف كنا نوزع الفرش بالبلاطة والنص والربع على أساس يكفي بقية المعتقلين، فكانت هذه من الأشياء المزعجة. استمريت طيلة 8 أشهر وأنا في معتقل هبرة دون أي تحقيق. كان التحقيق الأول بعد 8 أشهر، ولم يكن في التحقيق أي أسئلة تنبئ عن أي اتهام، وكان التهم الرئيسية أنه متحفظ عليك أمنيا. كنا نطالب بشكل مستمر، ما هي التهم التي أحيلت إلينا؟ أحيلنا للنيابة، ولكن لا حياة لمن تنادي. عندما ضاق الوضع في احتياطي هبرة، نظرا لأنك يعني كنا وصلنا إلى 420 معتقل داخل احتياطي هبرة، بدأنا في التفكير بأول مشروع إضراب كحق من حقوق المختطف، فهندسنا لهذا المشروع وبدأنا فعلا بالإضراب. استطعنا بفضل الله عز وجل أن نقنع مجموعة من العنابر، وصلت إلى 5 عنابر من 12 عنبر أن يضربوا معنا. بدأنا الإضراب وتكلمت وسائل الإعلام، وكانت ردة الفعل العنيفة من الميليشيات الحوثية بسبة هذا الإضراب، حيث أنهم دخلوا إلى العنابر وضربوا المختطفين بالأعصي وبالأسلاك نظرا لقيام بهذا الإضراب، ثم قاموا بإدخال القائمين على الإضراب، وكنا عدد لا بأس به من جميع العنابر. أدخلونا في غرفة مساحتها لا تتجاوز 1.5 متر × 2 متر، 32 شخص كنا في غرفة واحدة، حتى أننا لم نستطع أن نجلس قعودا ولا أن نكون واقفين بحرية. صلينا تقريبا 2 أو 3 صلوات ونحن واقفين. ظلت الغرفة هذه يتساقط العرق منها بعد خروج 27 شخص منها، وبقينا 5، أنا كنت خامسهم. ظلت من بعد العصر حتى العشاء وهي تتساقط من يعني العرق الذي كان فيها ومشدته. هددونا بعدها مباشرة كعقاب من الاحتياطي أنه سيتم نقلنا مباشرة إلى الأمن السياسي والأمن القومي حتى تتعلمون وتعرفون كيف أنتم في نعمة. يعني يريدون أن يقايضوا أن أنتم الآن في خير كبير في معتقل هبرة، فكيف إذا أخذناكم إلى الأمن القومي أو الأمن السياسي؟
كانت التغذية بالنسبة لنا مزعجة جدا، حيث أنه كنا لا نعرف، كنا نأكل مرق الفول يعني، وليس لا يوجد فول لكن مرق الفول يعني. وكان الرز كنا الاثنين 37 شخص أو 35 شخص، يأتوك بصحنين رز مع قليل إدام، بالمجموع العام لا يكفي 10 أشخاص. كان يوزع لنا في كل يوم 4 حبات كدم، هي طيلة اليوم كامل، هذا في احتياطي هبرة. أما بالنسبة لقضية الماء وما الماء فحدث ولا حرج، وصل بنا بعض الأوقات أننا نستخدم لترين كوضوء وشرب، لأنه لا يوجد ماء معقم، وكنا نشرب من الخزانات وهي معفنة حقيقة. لو رأيت الماء أنت لا ترضى أن تتوضأ به، لكننا كنا مضطرين أن نشرب وأن يكون هذا وضوءنا. استمرنا لفترة أيضا في هذا الجانب. فتحوا الزيارات فيما بعد، فتحسنت أمور المعتقلين كثيرا أو المختطفين، لأنهم بدأوا يعتمدوا اعتماد كلي على أهاليهم في قضية الأكل والشرب وإحضار بعض المبالغ المالية. كان يعاقب أي شخص يخالف أنظمة السجن كما يقولون، إما بأن يربط بكلتا يديه على شباك السجن ويبقى لمدة 5 ساعات 10 ساعات معلق حتى يكون عبرة لبقية المعتقلين. وحصلت أحيانا تحصل بعض الإشكاليات بين المعتقلين وآمري السجن، فكنا للأسف الشديد نرى قسوة في التعامل يعني بالتهديد، وأحيانا يحصل بعض الشباب الضرب، بل أن أحد آمري السجن يضع قدمي فوق ظهر أحد المعتقلين وهو مربط ويدوسها. كثير كما كنا نعاني بشكل كبير جدا من الإهانات النفسية، حتى أن المراسلين الذين كانوا يقومون على خدمة السجناء كانوا يستغربون من حجم الإهانات التي يلاقونها المختطفين، وحجم التعبية السيئة التي كانوا يعبونها. حتى إذا بعد فترة طويلة من الزمن حصل نوع من التآلف والتقارب فيما بينه وبين هؤلاء الذين كانوا مراسلين، وهم سجانين أيضا، سجانين بس كانوا سجانين جنائيين. للأسف أقولها بصراحة أن كان السجان الذي يقوم باعتقالنا غير آمري السجن هم قتلة وأصحاب أحكام جنائية، يعني كان الذي يقوم على أمرنا هو القاتل والسارق والذي له قضايا جنائية كثيرة. هذه تقريبا يعني بعض المعاناة التي وجدتها أنا شخصيا، وكثير أيضا كثير من الزملاء وجدوا أيضا مثل هذه المعاناة. في الفترات الأخيرة حاولوا عملية تحسين لصورة المعتقل، لكن لم يجدوا التحسين. كان يأتي مجموعة من المتبرعين على أساس تقديم بعض المساهمات لخدمة المعتقلين، فكان للأسف يحاول السجانون أن يغتنمون هذه المساعدات التي تأتي للمختطفين ويأخذونها هم، سواء حتى عبر الشاشات المسطحة الذي حاول أن يدخلونها للمعتقلين فأخذوها لمشاهدة الأفلام الخاصة بهم في غرف خاصة لهم أيضا. هذه من ضمن الأشياء. أيضا ذات مرة قمنا أيضا بإضراب ثاني بعد الإضراب الأول. الإضراب الأول حصل بتاريخ 3/2016، والإضراب الثاني كان تقريبا بعده بثمانية أشهر. إلا أنهم أول ما يبدأ يتفاعل أو ينشط المختطف لإخراج بعض حريته، ينظر إليه بنوع من الكبت والقهر والاستعباد في هذا الجانب. حاولنا كثيرا أن نتخلص من الأزمات النفسية التي كانت تحصل لنا بشكل كبير جدا، خاصة لعدم وجود أقارب أو ناس تتواصل معهم أو كذا. فحاولنا كمجموعة من الأنشطة الداخلية أن نخفف بها على أنفسنا، خاصة المعتقلين. كانت أشد اللحظات التي مررت بها أنا أو مر بها إخواني، وهي أول زيارة تسمح لك بزيارة الأقارب. لا أنسى حقيقة أحد المواقف التي قد ربما تستغربون من صاحبها، لكنها هي الحقيقة. جاء أحد الزملاء في أول زيارة، هو وابنته بنته الوحيدة،
فأول ما رآها انفجر من البكاء، وهي كذلك انفجرت من البكاء. قد يكون الأمر هين، لكن أقول لكم بصراحة، عندما ترون البنت تبكي والأب يأخذ لسانه ويلحس هذه الدموع، كانت أيضا إيش موقف مؤثر جدا، حتى أن أحد الذين يقومون بخدمة السجانين وقف أو سقط على نفسه مغشيا وهو يبكي ويدعو عليهم بإيش بالويلات. كثير من المعاناة التي حصلت أيضا لإيش لإخواننا المعتقلين. هذا باختصار بسيط. أما إجراءات التحقيق فكانت إجراءات تعسفية حقيقة، كنت تذهب أنت ومكبل اليدين مغمض العينين. قد من حسن الحظ والطالع إذا كان المحقق لطيف أن يكون معك، وإلا ستجد محقق ينالك بالشتم والسب والضرب والتعليق، وهذا ما حصل للمعتقل. كان ربما من حسن الطالع لي أن المحقق الذي كان معي لم يكن من هؤلاء السيئين، بل كان راقي في التعامل. هذه تقريبا خلاصة مختصرة لما حصل معي في الفترة التي تم اعتقالي فيها، وشكرا جزيلا لكم. يلا واحد الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عارف عبد محمد الحكيمي، أعمل أنا مدرس في التربية، وكنت أعمل في جامعة الإيمان. فعند انتهائي من الفصل الأول في العام الدراسي أخذت إجازة وسافرت البلاد، وأنا خارج من صنعاء في حزيز. تم توقيف الباص الذي كنت مسافر فيه، أخرجنا الهويات، فقال انزل، فأنزلنا من الباص وأخذنا إلى مكان في جوار النقطة. جلست إلى الصباح، وتم بعد ذلك إعادتي بسيارة مع، وتم رجعي للبيت وأخذ زميلي الذي كنا نسكن أنا وهو، وتم اقتيادنا إلى جهة مجهولة. طبعا في هذا البيت المجهول على طول استقبلونا من البوابة، احنا مكبلين مربطين، واحد يسحب هكذا بقوة يرمي بنا، والآخر واثنين، وكل أحد يزبط من جهة. هذا أول استقبال يعني. فوصلنا بعد ذلك، كان الظهر، قلنا نريد نصلي الظهر، فما زلنا مكبلين، وأدخلونا إلى ادخل الحمام تتوضأ. كيف تتوضأ وأنت يداتك مربطة؟ وجلس على هذا الحال، لا تستطيع أن تأكل، لا تستطيع وأنت بهذا الحال. بعد الظهر تم التحقيق معنا. طبعا بداية التحقيق كان ضرب والتعليق، و حتى يعني يدي هذه ضربت وتم اقتلاع ظفرين من الضرب، خبطها كذا خبطنا حتى اقتلع الظفرين. وبعد ذلك تم تعليقي اليوم الأول 12 ساعة، واليوم الثاني 6 ساعات. طبعا في مكان كان أيام في شهر 2 نهاية البرد، هكذا بارد الجو، أنزلونا إلى مطبخ. هذا المطبخ ما فيش إلا الموكت، ولم ألقى فيه إلا بطانية يعني بحجم هذا، يعني بطانية رهيفة جدا. مع البرد كنت أدفى بحق الثياب هكذا وأنا داخل هذا المكان. بعد ذلك تم التحقيق معي، واستمر التحقيق لمدة أسبوع. بعد تحقيق يعني التهم هكذا، قالوا ليس عليك أي قضية. بعد أسبوعين وقعت على بصمت على التحقيق، قالوا ليس عليك أي قضية، إنما اشتباه، وقضيتك القضية الوحيدة أنه التلفون بمشترك مجموعة أنت والواتساب والبيسبوك. قلت لهم إذا أنتم كدولة، إذا أنتم تعترفوا كدولة، أنتم سمحتم بهذه الوسيلة، فكيف تمنعون منها؟ يعني إذا كان أنت كدولة اغلق هذه الوسيلة وخلاص، وسكها الناس، يعني الناس حتى لا تجمع الناس بهذه التهمة. بعد ذلك قالوا خلاص تجيب ضمانة وتخرج.
هذا بعد أسبوع، يعني بعد أسبوعين من الاعتقال بشهر اثنين، امتسكت ب13/2/2016. بعد هذه المدة جلست هذه الفترة كلها بدون تحقيق، خلاص بعد ما كملت تحقيق أقفلوا ملفي، وتم جلوسي 35 يوم في هذا في ذلك البيت. بعد ذلك قالوا خلاص عليك، سنفرج عنك وتأتي بضمانة. ما القسم الأقرب إلى أهلك في صنعاء؟ قلت لهم قسم فلان. قالوا خلاص سنأخذك اليوم إلى هناك. وتم كذلك تسجيلي أنني لن أشارك مرة ثانية ولن أنتمي إلى أي حزب سياسي أو إلى عمل أو إلى هكذا، يعني أخذوا هذا على أنه إفراج الإفراج. فقلت لهم طيب الأشياء اللي كانت خاصة معي، لأنه كنت أنا مسافر ومعي شهائد الأولاد ومعي ملابسي ومعي كل شيء. بل عادوا بعد ذلك إلى البيت وأخذوا من الكمبيوتر وكمبيوتر ابن أخي مهندس، وتم تلفيق تهمة لي من ضمن التهم أنه كان ابن أخي كان مهندس، وقالوا إذن أنت معك تخطيط صنعاء كلها. قلت لهم أنا استغربت كيف تهمة بهذا، قلت لك أنه واحد دس لي شيء داخل التلفون ولم أعرف إلا بعد 8 أشهر عندما فتحت لي الزيارة بعد ذلك. في ذلك اليوم طبعا أنا أطلب هذه الوثائق حق الأشياء، لم يأتوا إلا بتلفوني والبطائق التلفونات والبطائق الشخصية. بقية الأشياء المضبوطة معي قالوا أنت تتهمنا بالسرقة، وقام كذلك يعني يضرب ويركل وهذا، وأنتم المطاوعة يعني يسب المطاوعة هكذا. قال إذا سأوديك أنا إلى مكان يفرم جسمك جلد لحمك عن جلدك. أنا قلت إذا قد، فخرجنا مكبل وبعد ذلك وأخذنا على طول إلى الأمن السياسي، ولم أعرف إن الأمن السياسي إلا عند في اليوم عندما وصلت وسألت بعض الزملاء داخل السجن. فأوصلنا إلى الأمن السياسي، لكن عندما وصلت إلى الأمن السياسي كان المعاملة في نوع من الإنسانية، يعني العسكر عادهم يتعاملوا معاملة إنسانية. أما في هذاك البيت يعني ما فيش حتى تخرج إلى الحمام، عادك تجلس في الحمام عزكم الله، يعني عاد ما تجلس هكذا قد يقول لك يدق الباب أو يفتح الباب عليك يعني يدخل إليك، يقول لك ما فيش. طبعا ملابسنا لم نغيرها ولا شيء، مدة 35 يوم والملابس كلها على حسابنا، يعني ما فيش تغيير، لا يسمحوا لك تجلس في الحمام ولا تغسل الملابس ولا شيء. وصلت له هنا قلت له يا أخي، عندما مسكنا هكذا العسكري قلت له أشعر أنه عدو في عندكم نوع من الإنسانية، يعني تعاملوا بإنسانية. قال أنت في محل دولة يعني، وأما ذلك المكان في مكان. فجلس في الأمن السياسي وقعدونا في الزنزانة الانفرادية حوالي 3 أشهر، نزلونا إلى الزنزانة الانفرادية وجلست فيه 3 أشهر. طبعا في الزنزانة الانفرادية في البدروم، هذه كانت في مكان يعني مظلم، ما ترى إذا طفأت الكهرباء، إذا طفأوا الماطور كان لا ترى، يعني في الليل والنهار كان بعض الأحيان يطفأوا الماطور، يعني في الصباح لا يصل الماطور، لا نستطيع أن نأكل، يعني كل واحد يأكل هكذا على ما تدري كيف تأكل. فهذا كانت طبعا كل شيء ممنوع عليك هناك داخل الأمن السياسي، كان كل شيء ممنوع، أي شيء ممنوع، أبسط الأشياء ممنوعة، مثلا أوقع ضرسك هذا، حتى بعض الأحيان تجلس تصيح. أعرف كثير من الزملاء يعني هناك قاسوا من آلم، واحد جلس معنا 4 أشهر، خرجونا المستشفى مرتين، كان عندما يقف هكذا ما يستطيع يقف، يرتجش هكذا، المهم فيه زي ما أعصابه، فكان يخرجون المستشفى، قالوا كتب له الدكتور العلاج، فعندما يأتي ثاني مرة خرجوا ثاني مرة لم يصرفوا للعلاج. قال لهم كان يقول لهم خلاص طيب قولوا لأهلي يعطونا، جيبوا لي الرشة حق الدكتور حتى يشتروا لي أهلي، منعوا حتى رشة الدكتور من أن تعطى إليه. وجلس وخرجت من عنده، طبعا جلس 4 أشهر وهو ما زال على ذلك الحالة، بل كان يعني بعض الحين يصيح حتى لا نستطيع أن ننام، يتألم من قلبه يعني سينفجر، يجلس يصيح أنا جالس يعني اللي يمسك في رجله واليوم يعني كل واحد يعمل شيء من أجل هذا. فجلس 4 أشهر وخرجت بعدين نقلوني من عنده، وما زال على ذلك الحالة. وكذلك التقيت بشخص آخر هنالك كان من جريح من 2011، فعندما جرح زادوا، عندما أتوا إليه في المرة الأخيرة قرحوا له حق الرجل، وخرجت أنا الأمن عندهم، خرجت والدم ما زال يعني والقيح وهذا يسيل من حق الجرح، يطلعوا هكذا يعاينوا هذا ورجعوا أنه ما زال يعني رجلهم هذا. في طبعا في الأمن قعدت 3 أشهر، بعد ذلك نقلونا من الزنزانة الانفرادية إلى يسمى الجماعي، ما زال في البدروم، طبعا هذا ما زال في الدور البدروم.
لكن أحسن وضع، لأنه بعض الشباب مثلا كانوا ثلاثة أو أربعة معهم زيارة، فكانوا يؤسون. إحنا التغذية بدأت تتحسن عندنا وهكذا، كانت نوع من الإفراج. وما زلت أهلي طبعا لا يدروا عني أي شيء. جلست حتى بعد ذلك في 1/8 نقلونا من البدروم إلى الدور الثاني، وهذا يعني مرحلة تعتبر قالوا بداية الإفراج عنكم، أن تنتقلوا من البدروم إلى هذه إلى هذا إلى ذلك المكان. جلسنا هنالك حتى تم إخراجنا من في صفقة التبادل الأخيرة. طبعا كذلك في الفترة الأخيرة عدو كان في الأمن السياسي نوع الماء، طبعا كان الحمد لله متوفر، والإخراج طبعا مثلا يخرجوا يفتحوا لك، كان وانت في البدروم كان يفتحوا لك 4 فتحات للحمام، تخرج الحمام تتوضأ وهذا وتجلس ترجع يرجعك إلى داخل الزنزانة. في الدور الثاني في معك حمام، يعني داخل كل غرفة حمام، لا تلقى أحد، يغلق عليك البوابة، كل شيء يعطوك عن طريق الباب هكذا من تحت، يعطوا فتحة من الباب يعطوك الطعام وهذا، وتجلس داخلها مغلق. بعض الحين تجلس مثلا 3 أشهر، جلسنا من 3 أشهر 4 أشهر من الشمس، لا نرى الشمس يعني. وهي كان طبعا مقررة كل أسبوع يوم في الأسبوع للشماسي، يسمى الشماسي عندهم، يخرج للشماسي هذا. لكن بعض الأحيان كان تاجي يقولوا أوامر. طبعا جاء فترة في 23/9 تم تقييدنا جميعا، ما الأسباب ما كذا، قالوا خلاص تم ركبوا المساجين كلهم قيود، قيدوا السجن كله. بعدين مسئلنا قالوا بسبب ضرب الأمن القومي أو هكذا. المهم أنه كان هذا تم تقييد السجن كله، واستمروا بعضهم استمروا مقيدين حتى بعضهم من 6 أشهر، يعني بعضهم من شهر من شهرين يتألم من القيد، لا تستطيع أن تنام وأنت هكذا، ما تستطيع تدخل تغير ملابسك، لا تستطيع، وأنت يعني على الفترة هذه كلها وأنت مركب لك القيد. فاستمر هذه القيود حتى بعضهم ل6 أشهر، يعني قبل ما نخرج يمكن بشهر أو هكذا تم فك القيود عنهم. هذه طبعا المعاناة. بل الفترة الأخيرة كذلك حدث أنه قطعوا الماء، وقالوا بسبب تعطل الديناميك أو المولد حق الماطور. المهم فكان نشرب طبعا من ماء، بعض الأحيان يحدث أمطار فيأتوا لنا من السائلة كأنه بماء هكذا تراب كله، وهذا منعوا عننا كذلك أن تشتري الماء، ويعطوا لك أهلك الماء من الزيارة إذا جاءوا أهلك للزيارة، يمنعوا عليك كانوا. فكان يعني تشرب الماء، نجلس إذا أردنا أن نشرب الماء نصفي يعني داخل مراحل، نعمل عطب وهكذا حتى إيش نستخلص منه الماء حتى نشربه. طبعا هذا الماء يعطوك بعض الأحيان، مرة أشتد علينا الماء جلسنا بدون ماء يمكن يومين، فصيحنا وهكذا، أتى المدير السجن بنفسه دخل علينا، كان يريد أن يعاقبنا. فتح قلنا له افتح، شاف ما فيش ولا قطرة ماء، فتح الحنفية هكذا، أخذ الحق العسكر وخرج وأعطانا 5 ذباب من المجاورين، وجلسنا عليها يومين. 5 ذباب هذا تشرب منها تتوضأ منها، المهم كل هذا الذباب الماء. و بعد يومين أو 3 أيام قاموا غرفة مجاورة كذلك، لم يصل إليهم الماء، فطلبوا الماء، فأتى إليهم وقال من الذي ينادي؟ قالوا نحن نريد ماء. دخل على طول الغرفة، وجد عندهم قليل ماء للشرب، فواحد قال له هذا ماء للشرب، فأخذوا وضيعوا، خرجتونه أخفنه تماما يعني، حتى ضربوا، طبعا خرجوا ضربوا حتى تكسرت العصية في على ظهره، ضربوه بالعصي حتى تكسرت، وبعد ذلك أخفوه لا ندري أين. وكذلك من الـ من الـ من الطوارد الأخرى كذلك نفس العمل هذا عملوا معنا في الفترة الأخيرة، حتى طبعا حاولنا نحن نضرب نفعلها، وخرج الخبر الإضراب إلى وسائل الإعلام، لكن ما زالوا مستمر انقطاع الماء، ما خرجتونا من عندهم وما زال انقطاع الماء. حتى يوم خروجي قالوا لي أنت توقع إفراج، مبروك على الإفراج، لكن أخرجونا بطريقة أخافونا، حتى أن صاحبي اللي كان معي خرج من السيارة من شدة الخوف، خرج كان من السيارة، لأنه قال هذا كان كأنه إعدام أو شيء من الإخفاء القسري الذي لا يراه أحد، لأنه خرجونا من مكان يعني ليس مكان خروج،
منعوا عننا البطائق الشخصية عن الأمانات التي عندهم البطائق الشخصية والتلفونات، بل أخرجونا من بدروم من بسيارة هكذا الباب مخفي إلى سيارة أخرى، وخرجونا إلى ما درينا إلا رحنا بالسائلة في التحرير عندما حدث المشكلة مع زميل الذي خرجته أنا وهو. هذا كان يعني جزء بسيط من الأشياء التي مارسوا علينا. طبعا لا زال الان الكوليرا منتشره في السجون وهم يمنعون الماكمه قال الاستاذ عادل.